أكد وزير البترول طارق الملا استعداد مصر لدعم التعاون مع الأردن في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي محليا بالمدن الأردنية والتوسع في استخداماته بالمنازل والمركبات والمصانع. تأكيد الملا جاء خلال لقاء نظيره الأردني صالح الخرابشة. واتفق الوزيران على دراسة فرص التعاون في مجال البتروكيماويات وكذلك تشكيل فرق عمل مشتركة لتقييم القدرات والبنية الأساسية بكلا البلدين ودراسة مجالات التعاون التي تم تناولها خلال المباحثات المشتركة.